السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. أجل، السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذ، من معنا؟ نهارك طيب، نهارك سعيد إن شاء الله. بارك طيب إن شاء الله. الحمد لله، في نعمة والله. أمورك باهية؟ الحمد لله. من معنا؟ والله الأستاذ محمد، أنا خبير قانوني طبعا في مجال الإعلام. ممتاز. من وين تسمع فينا أستاذ؟ نعم، من وين تسمع فينا؟ والله من جبل الغرب يعني. كويس، يا ريت تعرفنا بالاستفهام تاعك أستاذ محمد. سيد محمد طبعا مستشار قانوني من جبل الغربي، مستشار قانوني طبعا وخبير في صيغه التشريعات. ممتاز. ربما تكلمنا قبل قليل مع دكتور خالد غلام وتكلم عليه، ربما حتى القانون ربما تكون ليه دور في الارتقاء بالاعلام، وايضا محاسبه من اخطا عندما نتكلم عن بث الاشاعه او قذف او تشهير، فهذا الشيء ربما يحاسب عليه القانون، صحيح استاذ محمد؟ طبعا. نعم، ما دور القانون حاليا في ظل وجود قنوات تعددت والأسماء تعددت وأيضا ربما الأفكار تعددت وربما أيضا توجهات موجودة حسب ما قيل في هذه الحلقة، كيف يمكن القانون تفعيله ومحاسبة من أخطأ في هذه الأمور لكي يكون عبرة لمن لا يعتبر؟ والحديث هنا على المنابر الإعلامية ليس بالتعميم، ولكن حسب ما قيل في من المستمعين الأفاضل قبل قليل. طبعا نوجه شكر خاص لكن تعرف السؤال هذا. والله سؤالك يعني ممتاز جدا. نعم. أنا موجه شكر منك شاب صغير. نعم. لكن نهنيك على السؤال القيم هذا. طيب. وفعلا هذا مطروح للنقاش. طيب سامح. عندنا موضوع هنا كان في تشريع خاص سنة 1900 القانون رقم 75 سنة 1980 هذا بخصوص اللي هو بخصوص التعامل بالصحافه والاعلام، وطبعا قرر عقوبات عده طبعا تصل الى الغرامه حدود 3000 الحد الادنى للغرامه كان 500 دينار فيما لي طبعا اي وسيله اعلام او اي صحفي مثلا يبث اي مثلا اخبار مثلا ما عندهاش علاقه بالواقع العملي، مع احترامي طبعا القنوات البناءه اللي عندكم قناتكم انتم، بارك الله، ويصل الامر الى نقل حتى افكار طبعا او نقل اعلانات او افكار مثلا تربى من الدوله. ممتاز. طبعا يعني في برنامج ما بعد الاحداث هذه اللي صارت كنا عارضين مشروع المؤتمر الوطني العام بخصوص اللي هو اقرار تشريعات تنمويه مثلا بخصوص فكره التغير هذه، فكره الحريات الصحفيه والحريات الاعلاميه، وكذلك عرضنا حتى المشكلة هذا على المجلس النواب لكن لم